8 مليون جنيه على مسطح 1900 متر في 3 شهور، ده مسطح المباني. طبعا ان شاء الله نعمل برجولة في النص، هنعمل اعداد مريحة جدا. كمان هيمكننا المسألة المهمة جدا، هيمكننا من رقابة صحة الطلاب والأغذية. يعني النهاردة ممكن يكون الطالب صحته كويسة فياكل حاجة مش سليمة ما تبانش، انما على المدى البعيد كده انا مسؤول ان انا اوفر هذه الرقابه الصحيه. انا النهارده هيكون في طول اليوم طبيب بيطري للكشف عن اللحوم وعن الـ هيكون شغلته